لنا ولكم. معنا أقل من دقيقة لفضيلة الشيخ خالد للتعقيب وإهداء الهدايا من خلال تلاوة اليوم. فضيلة الشيخ خالد. أولا، ما كان لي أن أعقب على تلاوتكم. ثانيا، إنما هي هدايا تهدونها لي فأرجعها لكم. واحد، ما أجمل الاستماع. يعني إيه؟ يعني ما شاء الله، أصبح الآن المتصل بيسمع ويستمع له، يعني بقى في بيننا تعاون، وهذا شيء جميل. والأجمل منه أن نرى ذلك عمليا وأن يستمر. فالعبرة بأن ينجح الإنسان فقط لا، إنما النجاح الحقيقي لنا ولكم سويا أن نستمر على هذا الأمر وأن نتقدم خطوة أخرى، ونسأل الله لنا ولكم الثبات. دائما اعلم أنك جميل، ولكن هناك أجمل، والأجمل اسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا وإياك إياه. أما بالنسبة للآيات، فكان هناك بعض الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها. واحد، أول هدية، البعض من تمكنه كان يتكلف. لا، خلي بالك أن القراءة الجميلة أيها القارئ كنت ذكرا أو أنثى، من قواعد القراءة والتلاوة الجيدة ألا تتكلف. تكلف البعض فخرج عن حد القراءة. بقية الهدايا فيما هو قادم، وللحديث بقية. دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد.